الله يقطع ابليسك. علامك معجل اللي بجايته الديوانيه وداز لي واتسابات تعال بسرعه تراني متضايق. والله ما ادري ايش اسوي، احرق هالعائله ولا تبل عليهم واسجنهم. افا له السوات عسى ماشى الا هالشر بعينه واعلمه. امي عليها دين وعجزانين ندفعه. انا وعمي عبيد موجودين وتقول هالكلام لا تحاتي. يا عمي طير انت وخالي عبيد، انت متكل عليه وهو يقول خلها تدخل السجن. افا هقيتها يفزع مع اخته. اخلص علي، حنا نبي حل. انا ما عندي فلوس وانت لو انفضك حتى 10 دنانير ما يطلع منك. زحزيح انا اخوك وعمتي تبشر بعزها، الحين ابيع تلفوني ونسدد اللي عليها. تكفى اني طالبك. تب لا تفزع لان فزعاتك تجيب المرض. انا ابي اطلع من خالي عبيد فلوس دين امي، هي شوف عيني يا ما عطتها من هالخرجيات وما قصرت معه، وهو يوم جاء وقته بالفزعة دنك وفرك. والله انا بطلع منه الفلوس اكثر منك، بس شلون يا ولد؟ انت تخبر كم عندها فلوس لان بشتها المخرم عليه منك جاهل. رجل امي نيف ما يطلع منه شيء، معاشي كان ياخذ نصه، يقول ضريبة الامومة اللي عوضني اياها. يعني يطلع منه 4000 ولا لا؟ ايه عنده زود، الرجال كان ياخذ مني دبلها مرتين. ايه زين زين. انت ابوك وراه ما يدفع. انا ابوي مسكين، امي من انقطع راتبها وهو كل شيء شايله على ظهره. ابوك ما من دبره ولا يعرف يجمع فليسات زايده. اقول عاد لا تجي كلك. انا لقيت فكره ناخذ فلوس من خالي عبيد، لكن اسمع سم قم اطلع برا هالحين، الديوانيه زعلانه عليك. وراو